شباب وش الكود الايتم شوب حقي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخوكم رايد، مقطع جديد. شكرا ورب البيت، شكرا على الدعم الجبار، 20,000 لايك بيوم واحد، يا ويلي القوة يا ويلي، والله العظيم اني محسود فيكم، لكم بالجنة كلكم يا رب. تبدأ ما ودي احرق عليكم المقطع، لكن ان شاء الله تستمتعون، لا تنسى زر اللايك، ولا اذا ما اشتركت يعني الله يرضى عليك. لا 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 والله ما طلع، والله اني ما ابث، والله العظيم اني ما ابث، قسم بالله ورب الكعبة اني ما ابث، ولا احد يشوفك غيري انا بس. اول شيء السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، شلونك؟ اسعد الله صباحك يا اهلا وسهلا. تكفى بك، اسعد الله يقطعك. تكفى، اسمع ابغاك تطربني اي اغنية كذا. شوف ترى انا ما على الفكره، ترى انا ما اعرف اعزف يعني، ما غير ادندن كذا وامشي مع صوت. يلا عطني. تكفى تكفى. يلا عطني. انا عليك، عطني. توحشني وانت بجنبي، الله، واشتاق لك لو تغيب، اه، واحسد عليك حتى نفسي، واخشى يمسك غريب. الله عليك، تكفى. وين الذي كنت؟ لا عدمت، استحيت، والله انك خفت، والله العظيم ما شاء الله عليك، والله العظيم المفروض الناس تسمعك، انت خايف عادي. الله يجزاك خير. طيب اسمع، بقول لك شيء، انا حلبت لك اني ما ابث، بس ما حلبت لك اني قاعد اصور مقطع يوتيوب. ترى انا قاعد اصور مقطع. يا اخي تكفى، اسمع انا اللي طلبتك، عادي انزل مقطع ولا لا؟ قلي تكفى، قلي لا لا تروح. اسمع انا ايش منك، اسمع اسمع، قل لي يلا. من قلت لا بيت اني احتريت بدرجه الحراره عندنا 16. طيب اسمع اسمع، اذا قلت لي لا والله وتالله ما انزل المقطع، لكن قلت لي اي، ان قلت لي اي ابى انزل المقطع، لانه حرام الناس ما تسمع صوتك العلو. تكفى، قلت نفسك، قلت قلت بيض الله وجهك، خلاص. ار اي، السلام عليكم. انت اليوتيوبر ذاك، يو راي، هلا، كيف حالك؟ مره كذا، لا تكذب علي، لا تكذب علي، تمدحني. والله بخير، شلونك؟ سلام الرحمة. هلا، برغايدس، برغايدس، هذا اسم مطعم. يا هلا بك، هلا. نفسي باليوتيوب، ها؟ ايه ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. دس لايك وسبسكرايب. يلا يلا، مع السلامة، يلا ان شاء الله، ان شاء الله. انا 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 قصدك سهران، ها؟ ايش قصدك؟ وشو؟ ايش قصدك سهران؟ وش قصدك سهران؟ ليه ما تنام؟ عندك دراسة حبيبي، ها؟ ليه ما تنام؟ قاعد طالع لي زين الحين. اي طالعك زين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعرفك. وأنا أعرفك. يوتيوبر رايد، صح؟ نعم رايد، كيف حالكم؟ خير، انت الله يوفقنا وياك يا رب، واللي يسمعون ما أدري يشوفون معنا بعد، الله يوفقكم إخواني. رايد. هلا يمه، هلا والله. إيشي، كيف حالك؟ طيب اسمع، بسألك ثلاثة أسئلة، إذا جاوبت صح لك $50، تمام؟ أنا بأي كلان؟ اسمك صح. وش كود الايتم شوب؟ والله هذا خسرت، اجل خسرت. الله يوفقك يا حبيبي، بالتوفيق. حريقه، ها؟ وشو؟ حريقه، حريقه، صادق؟ لا لحظه، الحريقه غرفتك ايش فيها لونها احمر؟ الو السيس انت؟ عرفت، لا ما تعرفني، لا كذا، صادق صادق صادق. تبث؟ لا لا ما بث والله، قاعد تصور مقطع يوتيوب، حاب تقول كلمة اليوتيوب؟ بالله حط اول مرة قبلك شغلات. الله يسعدك يا حبيبي. شوف انا بقول لك كم كلمة بس، الله يسعدك ويوفقك دنياك والاخرة يا رب، وياك يا
يا بعد بس سير 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 تلعب كود زيادة. ما أعرف والله تفنشت بكل الوضعيات تفنشت كشوي تفنشت والله ما أعرف. رايد هلا حبيبي سلام عليكم. رايد ها 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 كيف حالك؟ والله بخير شانك؟ والله إني أحبك وأعشق يا بعد قلبي وأنا أحبك استنى ولا تطلع بالله ولا استنى تطلع والله ما أطلع والله رايد بسألك ثلاث أسئلة إذا فزت لك $50 زين؟ والله 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 يلا السؤال الأول أنا بأي كلان؟ اسمع صح. السؤال الثاني وش أفضل لعبة عندي؟ Among Us صح. السؤال الثالث والأخير إذا جاوبت صح لك $50 وش كود الايتم شوب حقي؟ خلاص خلاص ما صح صح عليك شنو لا تكذب انت شفت من الجوال صح؟ لا والله والله ما شفنا. ألف مبروك فزنا $50 رايد يا كلب. وش يا كلب الله يخرب بيتك ابو اللي جابك يا حيوان. ليه 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 احبك واحب ابوك يلا امك اللي جابك. الو الو وش ذا السب؟ طيب ليش تسب يا اخي يخرب وش ذا الحب اللي كله سب؟ الو يا اخي قاطع في السناب وصاير تشوف نفسك واجد ما تنزل الا مقتطفات وتروح فايده يا الله يسعد شارك قلبي والله العظيم انك اطلق وافضل واحد دخل علي من البيت اليوم يا بعد راسي يجعلك بالجنه يا رب بس والله اني خفت يوم شفتك انا قمت تسبني خفت ليش شيء ليش يا اخي مخلي السناب ومخلي الدنيا وجاي برنامج لا انا موجه لليوتيوب لاني انا الان قاعد اصور مقطع يوتيوب وانت يا ابو سبعه راح تنزل معي في اليوتيوب اصبر 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 السلام عليكم انت رايد ايوه صح انا رايد كيف حالك الحمد لله شلونك طيب طيب اسمع اسمع بسألك ثلاث أسئلة إذا جاوبت صح $100 تمام بذمتك والله العظيم نعطيك $100 والله والله العظيم أول شيء أنا بأي كلان كلان دقيقة شوف أنا يعني في بالي كلانين إيه 25 يعني أنه أسمر بس اصبر ها أكد يا رب طيب يا أخي حط شيء وراك أشوف ما في شيء وراك ما في شيء وراك ما لي طيب أنا بتوكل بسم الله وأقول 25 خطأ أسمر طيب اسمع اسمع وش كود الايتم شوب حقي؟ اقول اقول لا تنسى لا تنسى تحط ار اي ها كود يا ار اي بص والله لاحطه الحين الله يسعد الله يسعد يا بعد راسي تبي شيء؟ سلام يا سلام يا سلام الله يوفقك رايد ها احبك والله احبك والله العظيم انا احبك قسم بالله رايد قاعد تبث بالله لا قاعد يا اخوي تكفى لا اصبر 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 انا بقولك بسك بس انت تدري ايش اسمي طيب تعرف كودي وشو كود رايتم شوب دقيقه اخوي جاء دقيقه رايد رايد هلا هلا الله كيف الحال تعرفون الكود حقي كود رايتم شوب تبغى الصدق يعني ايه ولا ايه ابي الصدق تبغى الصدق ايه والله لا ليه ما تعرفه حط كود ار اي ار اي ابشر والله لا حط 20 الله يسعد السلام عليكم كيف حالك الحمد لله شلونك ها بالله انت رائد ايش بالله انت رائد اي والله اني رائد اسمع 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 بسألك ثلاث أسئلة إذا جاوبت صح لك $20 زين أوكي. وش كود الايتم شوب مد أزح وشو الحين لا لا تبعد خلاص خلاص لا تنسى تحط كود ار اي ها يا بعد قبل مع السلامة اخ يا اخي وقفتني تكفى بغيت اركض ايش في السلام عليكم كيف الحال لا ابغى كيف الحال اعطني ضحكتك يا هلا كيف حالكم يا اخوان شلونكم الله يسعدكم يا ربي مثل ما جمعنا نجمعنا بالجنه يا رب قولوا امين يا الله يا كريم
قاعد تبث؟ لا لا ما قاعد ابث والله، قاعد اصور مقطع يوتيوب. ايه بصور مقطع يوتيوب بصراحه. تعال اسمع بصور مقطع يوتيوب. اسمع اسمع يلا يلا صوره صوره 3 2 1 ها صوري ايه مثل العسل على الرغيف. ما يصح اتكلم كذا صح وجهي يقهر. هلا رايد. اهلا هلا حبيبي، كيف حالك؟ اخبار الجميل يا اخي. هلا يا حبيبي، شلونك؟ اقسم بالله اقوى واحد بكلانس يا بعد روحي انت، الله يسعد. شلونك؟ شوف الكيك يا شوف الكيك دقيقه. لا لا نار. يا حبيبي الله يوفقنا وياك يا حبيبي يا قلبي. السلام عليكم. هلا رايد. هلا حبيبي شلونك؟ هلا والله. طيب اسمع بسألك 3 أسئلة، إذا جاوبت لك $50 زين؟ يلا أنا بأي كلان؟ أسمع صح عليك. 25 لا اختار 25 آخر مرة. 25 خطأ. أسمر صح عليك أسمر. طيب وش كود الأيتم شوف حقي؟ لا خسرت ار اي لا تنسى تحطها. يعني والله ما ادري ايش اقول صراحه، يعني قال اللي ما حد يعني جاوب علي الا واحد بصوت ار اي حرفين والله مو صح. يعني عزيزي المشاهد الله يسعد قلبك، اذا حاب تدعم كود ار اي. شكرا لكم على المشاهده، الله يوفقكم.